السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، الناس اللي باقين كيتسناو ليست داتونت رقم 5، فهي غتكون آخر ليست، يعني آخر فرصة للناس اللي غيتهزو هما يكونوا هما آخر وحدين. ما ديش تكون ليست داتونت 6، فهذه هي آخر وحدة. بالنسبة للتاريخ اللي غادي يعلنوا فيه النتائج ديال هذه اللائحة، هو يوم الاثنين المقبل إن شاء الله، 28 في شهر 9 2020. والناس اللي غادي يتقبلوا من هذه اللائحة ديال الانتظار 5، خاصهم يحطوا الباك ديالهم يوم الثلاثاء، يعني من بعد نهار ما تعلنت الريزولتا، يوم الثلاثاء 29 2020، خاصهم يحطوا البكالوريا ديالهم مع البطاقة الوطنية. فبالنسبة لتغيير الشعب، الناس ديال طونطير، فارماسي، الميديسين، اللي بغاو يبدلوا الشوا، فغتكون متاحه الفرص من بين 22 سبتمبر حتى 27، غتكون شاك جوغ، يعني 22 23 24 25 26 27، من 9 الى 3 ديال العشيه، 9 الصباح ل 3 ديال العشيه كتكون متاحه الفرصه ديال تغيير ديال لي برونش. فبالنسبة للناس ديال ليست داتونت 5، كيديروا التسجيل ديالهم هنايا بكود مسار تاريخ الازدياد، وكيشوفوا واش تقبلوا ولا ما تقبلوش في الريزولتا ديال ليست داتونت 5. وايضا بالنسبة للناس ديال بروبوزيسيون داميليوراسيون دي شوا، حتى هما نفس الشيء، كيديروا رقم مسار تاريخ الازدياد، كيشوفوا واش متاح عندهم هاد القضية ديال التغيير ديال البرونش ولا ما يمكن ليهمش. المهم خصهم يبقاو يزوروا الموقع من 22 حتى 27 باش يشوفوا واش الامكانيه متاحه عندهم ولا ما متاحش. هذا ما كان، وهذه اخر حلقه بالنسبه للطب والصيدله، وشكرا لكم وبالتوفيق للجميع.